بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، وقفت على حديث ما معناه لا اعتكاف إلا في المسائل الثلاثة. نعم. ومن المعلوم أن في كتب الفقه والحديث دائما نقرأ أحكام الاعتكاف وتفصيله وما يشرع له وما يبطله إلى آخره، كيف ذلك؟ نعم. هذا الحديث الذي أشرت إليه هو من حديث حذيفة بن جماعة رضي الله عنه، رأى أقواما معتكفين في مسجد الكوفة بين بيته وبيت عبد الله بن مسعود، فجاء إلى ابن مسعود يحدثه بأنه رأى أقواما يعتكفون في المسجد في الكوفة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة: المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمسجد الأقصى. فقال له عبد الله بن مسعود: لعلهم حفظوا يعني ولم تحفظ، وذكروا ونسيت. فكأنه ابن مسعود رضي الله عنه كأنه رجح فعلهم على فعل حذيفة أو على ما قاله حذيفة رضي الله عنه. ولا شك أن هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه مخالف لعموم قوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. والمساجد عامة ليس فيها تخصيص، ولا يمكن أن يخاطب الله الأمة بهذا الحكم العام في الاعتكاف ويقول في المساجد ثم لا يراد به إلا ثلاثة مساجد قد يدركها من يدركها من الناس وقد لا يدركها. ثم إذا على تقدير الصحة، إذا قدرنا أنه صحيح محفوظ، فإنه يعني أنه لا اعتكاف كامل إلا في هذه المساجد، وليس المعنى لا اعتكاف يصح. ولهذا نرى أن الاعتكاف يصح في كل مسجد، في المساجد الثلاثة وفي غيرها، ويكون ذلك في العشر الأواخر من رمضان كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وليس كما قال بعض أهل العلم إنه ينبغي لكل من دخل المسجد أن ينوي الاعتكاف فيه، فإن هذا بدعة لم يكن معروفا للنبي عليه الصلاة والسلام ولا لأصحابه، ولو كان من الشرع لأرشد إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله وفعله. فها هو يتحدث عليه الصلاة والسلام عمن تقدم إلى يوم الجمعة ويقول: من اغتسل فجاء في الساعة الأولى فله فكأنما قرب بدنه، إلى آخر الحديث، ولم يقل ولينوي الاعتكاف، مع أنه حث على المجيء مبكرا، ولم يقل ولينوي الاعتكاف حتى تأتي الصلاة. فالصواب أن الاعتكاف المشروع ما كان في العشر الأواخر كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل.